بنستكمل المراجعة بتاعتنا بنشرح الجزئية بتاعة الفانكشنز. الفانكشنز دي بقى عبارة عن ايه؟ اللي هي زي ما احنا اتكلمنا اللي هي الدوال، ان هي سب بروجرام، يعني المفروض برامج فرعية. يعني بدل ما انا بنيجي نكتب البرنامج بتاعنا في اطار، انت طبعا زي ما انت عارف انك بتيجي تكتب البرنامج بتاعك بتلاقيه ظاهر البرنامج مثلا عايز يعني تعمل كذا حاجة كذا مرة، فبدل ما تيجي تعملها مثلا عن طريق كذا ران بتستخدم مجموعة من الفانكشنز. وده الكلام اللي احنا قلناه ساعة لما شرحنا الايه الفانكشنز بتاعتنا. طب المهم عندي في الفانكشن ازاي الفانكشن بتتعرف؟ يبقى ازاي بعرف الفانكشن؟ حد يقول لي بقى انا بعرف الفانكشن ازاي، يعني الفانكشنز كيفية تعريفها وكيفية النداء عليها، لان عشان انفذ الفانكشن لازم انادي عليها. اولا انادي عليها فين؟ جوه المين. طب حد عارف الفانكشن ازاي بعرفها؟ ازاي بعمل ديفينيشن للفانكشن؟ اللي هو بقى عندي اكس يا دكتور، اه ايوه بعدين بعمل عندي اكس بيساوي مثلا واي. بيساوي ديفينيشن بتاعت الفانكشن بتتعمل. ها أه؟ انت بتقول انت اكس بتساوي ايه؟ ها أه؟ بتساوي واي بتساوي واي ده او ايه ده؟ مثلا 7. سبعة ايه؟ انت سبعة كده حطيت السبعة في الواي، والواي كده فاريبل. فين تعريف الفانكشن؟ بص يا باشمهندس افتكرها، انت مين؟ انت مين بتتكتب ازاي؟ قولها لي كده، انت مين اول سطر بتكتبه في البرنامج، انت مين بتتكتب ازاي؟ انت من اه دي بعد هاش كولد ستريم يوزنج نيمز، انت نيم دي اللي هي هاش بقى قبل انكلود. القوس. ايوه انت مين، قول لي بتتكتب ازاي، انت مين بتتكتب ازاي؟ ايه ان اي تي اي ان يا باشمهندس، ايه ازاي؟ اي ان اي ان تي، ايوه مسافه مسافة، بعد كده اعمل اللي هو السهمين. سهمين ايه؟ لا طبعا لا طبعا، هاش من كل لا ازاي الحاجات دي ما تقدروش انت مين، بعد كده بنزل السطر تاني تحت يا دكتور. معلش ماشي انت مين، قول لي بتتكتب ازاي، انت ما قلتيش اي انت. ها اي ان تي مسافه مسافة، ها وبعد كده بعد كده اللي هو اسم، اللي هو يعتبر اللي هو الاسم اللي هو نيم، مين مين ايه مين ام اي اي ان، خلاص بعديها ايه بقى؟ بعديها اللي هي قوسين مدورين بالظبط كده. يا ده دول اخر حاجة. لا ده اخر حاجة. هو انت قلت اول حاجة ولا يعني انا مش عارف اقول لك ايه، انتوا مش مذاكرين خالص يعني لا اضعف. انا ها فعلا عايز تقول ايه؟ انت مش مذاكر خالص، مفيش. عارفها وبكتبها كويس، بس ايه ها يعني اكتبها افضل اللي انا اقولها يعني. احنا انت ده اللي اسمه الريتيرن تايب، الحاجة اللي بترجعها في الفانكشن، المين اسم الفانكشن. بين قوسين مدورين المفروض بتكتب البارامترز لو كانت موجودة، ممكن ما تبقاش في بارامترز موجودة بين القوسين. بعد كده بتكتب قوس بداية ونهاية اللي من خلالها بتعرف البادي اوف ذا فانكشن. ماشي كده؟ ها؟ تمام تمام؟ تمام طيب يا دكتور. طيب فاحنا عندنا اهو انت مين اهي، فهو بيقول لك ان ده البادي اوف في الريتيرن تايم واسم الفانكشن والبارامتر ليست بين القوسين المدورين، وفي قوس بدايه وفي قوس نهايه، وحضرتك بتبقى عندي الريترن بيساوي صفر في الآخر، اهي ريتيرن ريترن صفر. زيرو، ده بيرجع القيمه. طيب بعد كده احنا بقى هنكتب فانكشن غير المين بقى، احنا ده بس اللي يفكرني الفانكشن بتتكتب ازاي. من ضمن الانواع هي نفس انواع الفاريابل، وفي الفويد. فويد يعني ما بيرجعش حاجه، افرض انا مش عايز ارجع، ففويد ده بيخليني ما ارجعش حاجه معايا. فزي تمام. دي انا كتبت فويد اسم الفانكشن سميتها برنت هيدنج، وبين قوسين ما حطيتش حاجه في البارامتر، فتحت قوس قفلت قوس كتبت سي اوت مانثلي سيلز، فيها مشكله؟ تمام. بس كده.
ده كده بالنسبة للسؤال خلص. اه ازاي بتكتب الفانكشن، ازاي بتنادي على الفانكشن بقى، قول لي انت ازاي بنادي على الفانكشن. هو في كام واحد من البارتيسيبانت معانا؟ اتنين. يعني انت ومين ده؟ ايه ده بيقولك في فاضلنا 10 دقايق على الزوم وابعت لكم لينك تاني. ما علينا. آه مين معانا تاني؟ الله. ابراهيم طارق ويوسف مصطفى، بس فين بقيتكو؟ معرفش. اتنين من 100، انتوا عددكم 100، اتنين بس اللي حاضرين من 100. طيب ازاي بقول على الفانكشن؟ الفانكشن بصراحة، بص يا دكتور، هو الفانكشن ما ممكن ما اعرفش اطلعه، بس يعني باخد الحاجة كده اللي انا احفظها ايه بالشكل، ممكن احل مثلا بالسي اوت او انت او طيب، امر طباعة او جمع رقمين، لكن فانكشن ما اعرفش، ممكن لو جات لي مسألة ممكن ما اعرفش اعملها. لا ما احنا عايزينك تعرف تعملها، ما احنا بنراجع اهو دلوقتي. انت عندك ال definition of the function، خلاص لازم عشان تنفذها تنادي عليها. انا بنادي عليك، انت اسمك ايه؟ اسم اسمي يوسف. يوسف. يبقى بنادي عليك باسمك، بقول لك يا يوسف، ولا بنادي عليك باسم تاني؟ يوسف. لا بالفعل يا يوسف. تمام، هي الفانكشن برضو بتنادي عليها باسمها، هي اسمها برنت تمام. هيدنج، هتكتب لي برنت هيدنج وتحط الانبوت بتاعها يعني قوسين المدورين وتحط فيهم الانبوت لو في انبوت، ما فيش انبوت خلاص ما تحطلهاش انبوت، وده اللي باين قدامك اهو، ادي برنت هيدنج اهي، انت شايفها؟ اسم الفانكشن. يبقى دي طريقة تمام. المناداة عليه. طيب تعال نكمل. اهي دلوقتي انا عندي الفانكشن، فانكشن اسمها void display message. اه السؤال بقى، الفانكشن دي بتتكتب قبل المين ولا بعد المين؟ بعد المين تنفع كده او كده؟ ده على حسب السؤال. لا ولا على حسب السؤال، انت الفانكشن ينفع تكتبها قبل المين او ينفع تكتبها بعد المين؟ الاتنين ينفعوا. ايه السؤال، ماله بالسؤال ده؟ خدت بالك ينفع كده او كده؟ انت ما حضرتش الفانكشن خالص اعتقد، يعني حضرت الفانكشن معايا او ذاكرتها؟ بصراحة أنا ما ذكرتهاش بس حضرتها. اه طب انا براجع لك اهو، انا ما اعرفش. فحضرتك ادي ايه، بكتب اهو اسم avoid display message اللي هي اسم الفانكشن، عرفت الفانكشن اهي وكتبت البادي اوف ذا فانكشن، ناديت عليها جوه المين، يبقى لما تنادي عليها جوه المين هينفذ اللي فيها، هو بيقول له سي اوت كلام، يبقى الكلام ده اللي هيطلع معايا. ماشي، الفانكشن قبل المين ما فيهاش اي مشكله، الفانكشن قبل المين ما فيهاش مشكله خالص، يعني بقى انت بتعرفها زي ما انا قايل لك دلوقتي اهو. طيب طبعا الفانكشن دي مين، ممكن تنادي على اكتر من فانكشن، مش لازم تنادي على فانكشن واحده، ممكن تنادي على فانكشنز كتيره جدا. طيب في بقى حاجه اسمها، عشان انا يعني اعرف الفانكشن بعد المين لازم اعرف حاجه اسمها الفانكشن بروتوتايب. الفانكشن بروتوتايب دي معناها ايه؟ انك انت دلوقتي هتكول على الفانكشن جوه المين وانت لسه ما اديتش ديفينيشن للفانكشن، لان الديفينيشن الفانكشن قلنا هنعملها بعد المين، فلازم تبقى مبلغ عنها قبل المين، لازم يبقى في تبليغ قبل المين عنها، ده اسمه الفانكشن بروتوتايب. معايا؟ ده اسمه ايه يا باشمهندس؟ اسمه الفانكشن بروتو ايه؟ بروتوتايب. فانت هنا سي طيب اه بروتوتايب، فانا لما بقول هنا في فرق بقى بين الفانكشن بروتوتايب والهيدر ديفينيشن بتاعت الفانكشن. يعني انت لما جيت عرفت الفانكشن زي انت مين، او عرفتها الفويد برنت هيدنج دي بين قوسين مدورين، هل حطيت بعديها سيمي كولون؟ لا حلو، في البروتوتايب بتحط سيمي كولون، تمام. ده الفرق. لما يبقى في بارامتر ليست هتفرق برضو فرق تاني، انت دلوقتي مش حاطط جوه القوسين حاجه، الانبوت مش حاطه، فلو حاطط الانبوت بتبقى لو تفتكر في المحاضرات لما قلنا يا اما تحط النوع يا اما تحط الايه، النوع والاسم، فاكر بعد الاسم الايه؟ اه
يا اما النوع تحط والاسم. النوع والاسم، يا اما تحط الاسم يا اما تحط النوع. وكنا ميزنا بين الثلاث حاجات دول في المحاضرات السابقة. تمام. طيب تمام. فبعد كده اهو انا عندي مثلا دلوقتي الفانكشن بروتوتايب، عرفت فانكشن اسمها فيرست وفانكشن اسمها سكند، فلازم ابلغ عنهم قبل المين. بلغت عنهم عن طريق البروتوتايب ان انا حطيت سيمي كولوم من هنا وهنا سيمي كولوم زي ما انت شايف كده، وعنديت عليهم اهو جوه المين فيرست وادي سكند. فبعد المين عملنا ادي فويد فيرست وبعدين فويد سكند. اللي هم بره المين نفسها بعد المين عرفتهم عادي جدا بالتعريف زي ما انا ايه ما قلت لك قبل كده. لو بتحط بقى داتا جوه الفانكشن بقى دي بقى، لو في بارامترز دي اللي احنا الحاجه التانية اللي احنا قلناها، زي مثلا فانكشن اسمها ديسبلاي فاليو. الديسبلاي فاليو دي بيتحط فيها ايه؟ بيتحط فيها رقم معين. يعني انت بتحط رقم معين في الايه في الفانكشن، بتقول void display value، بتقول int num see out the value is، وبعدين حطيت الايه حطيت النم. خدت بالك؟ يعني انت حطيت هنا النم حسب النم اللي انت ايه هتكول بيها. لما تكول على الفانكشن هتحدد النم دي بكام. اي مثال على كده، بص بقى في البروتوتايب انت حطيت هنا النوع ولا الاسم ولا النوع والاسم؟ حطيت النوع والاسم. النوع بس، هي البروتوتايب يا باشمهندس انت كاتب انت بس. النوع بس. لما جينا نادينا حطينا ايه الفاليو او الاسم ما يفرقش، انا حطيت هنا ايه الفاليو. الفاليو بس. تمام جدا. طيب يبقى ده لما بتقول. بعد كده بقى لما بيجي كتبنا البادي اوف ذا فانكشن بعد المين، حطينا النوع والاسم ولا النوع بس؟ حطيت النوع بس. النوع والاسم. اللي هو النوع والاسم. ايه يا باشمهندس ايه هي في لخبطه كده. اصل بين قوسين محطوط انت وكده من انت من انت نام. طب ما انت نام ده النوع والاسم، تمام واضحه؟ واضح. طيب يبقى دول الفرق بين التلاتة. طبعا كده ده كان اخر حاجه احنا اديناها في الفانكشنز. طبعا تقدر تباصي مالتيبل ارجمنتس، ممكن تباصي حاجات مختلفة، بس انت لازم تبقى فاهم ان الفانكشن لو انت عرفتها بقى يعني عملت لها الديكليريشن بتاعها بعد المين، لازم تعمل الفانكشن بروتوتايب قبل المين، وكده كده انت بتقول جوه المين وبتعمل بقى الفانكشن بتاعتك بعد الايه بعد المين، لو انت طبعا معرف البروتوتايب قبل المين. طيب الفرق ان في البروتوتايب لما بتكتب بتكتب نوع البارامتر، في الكولينج بتكتب اسم البارامترز او قيمته، لما بتيجي تكتب بقى الفانكشن ديكليريشنز او ديفينيشن اوف ذا فانكشن دي اللي بتكتب فيها النوع والاسم. في اي مشاكل عندك في الفانكشن؟ يعني ده بالنسبه للجزئيه بتاعه الفانكشن، عشان كده فاضل لنا من الجزئيه بتاعه الايه الاري في المراجعه. في مشكله في الفانكشن؟ ها تمام يا دكتور. ما فيهاش مشكله. طيب يبقى كده دلوقتي احنا خلصنا ايه الجزئية التانية اللي هي خاصة بالايه يعني الجزء التاني عندنا اللي هو الخاص بالفانكشن. محدش يعمل انوتيشنز يا جماعة بعد اذنكم. يبقى كده احنا عندنا الجزء التاني اللي هو خاص بالايه بالفانكشن في المراجعة بتاعتنا. يعني انا براجع على اللوب، براجع على الفانكشن، فاضل ان احنا نراجع على مين يا جماعة؟ فاضل ان انا راجع لك على الاري. تمام كده. يبقى انا كده خلصنا لك الجزء الاولاني اللي هو اللوب، وبعدين الجزء الثاني اللي هو الفانكشن، وبعد كده هنراجع على الاري. ماشي.